السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة انا جايب لكم شكل 100 جنيه جديدة، والاصدار دوت انا اول مرة اشوفه. ده طلع قبل افتتاح قناة السويس، تمام؟ هم عملوا هنا في التغييرات الجديدة دي شكل علامة مائية جديدة، وعملوا ألوان زي الألوان اللي هي اللي موجودة في اليورو، تمام؟ والتغيير ده حصل في فئة 100 جنيه والميتين جنيه، اللي هي على أيام محافظ البنك المركزي هشام رامز. فئة 50 جنيه ما حصلش فيها أي تغيير، نزلت زي ما هي، زي ما انتم شايفين كده. دي فئة 50 جنيه. بالنسبة لفئة 100 جنيه هقول لكم على التغييرات اللي حصلت فيها. اول حاجة الشكل اللي هو زي ما انتم شايفين كده دوت، شايفين؟ تمام، دي اول علامة. العلامة التانية الشريط. الشريط هنا من الشكل الظاهر هنا شكله متقطع، مش كامل، مش متصل، لكن لو اترفع الشريط ده في الضوء بيبان ان هو متصل، وعليه شكل عين حورس، تمام؟ التغيير بقى اللي بعد كده التالت هنا بالنسبة لصورة ابو الهول اللي موجودة في ظهر 100 جنيه. هنا دي مش ناعمة، دي خشنة، تمام؟ ودول هتلاقوا الاصدارات الجديده دي موجوده اليومين دول في السوق، تقدروا ان انتوا تاخدوا بالكم من الثلاث فروقات اللي انا بقول لكم عليهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وربنا يكتر فلوسنا كلها يا رب. دوسوا لايك او اشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد. مع السلامه، باي باي.